الذي يهدي ويهدي أجمل العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم. الحديث اليوم عن خيرية هذه الأمة. ربنا عز وجل قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبب هذه الخيرية أن هذه الأمة تأمر بالمعروف وأنها تنهى عن المنكر. طبعا درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل ذلك على أن الأمر بالمعروف واجب، وكذلك النهي عن المنكر. طبعا سبب هلاك الأمم كما في الحديث النبوي الشريف: إنما أهلك من كان قبلكم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني ما نراه ونسمع به من قصص كثيرة على مستوى الوطن، على مستوى الوطن العربي، على مستوى الوطن الإسلامي، نجد كثير من المنكرات التي بدأ الناس يجاهرون بها، بل ويتحدون فيها الصالحين، وبدأوا يعاندون مجتمعاتهم بدينهم وأخلاقهم وانحلالاتهم. هذا كله نذير شؤم، بحيث أن الناس سيقعون في الدمار والهلاك إذا ما انتشرت هذه المنكرات في بلادهم، أو المجاهرة بها جهارا نهارا، أو وضعها على مواقع التواصل الاجتماعي. فهذه الأمة تكمن خيريتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معنا الأخ حسين من إربد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد، جزاك الله خيرا وبارك الله بك ولك وعليك وطيب الله أنفاسك جميعا إن شاء الله. دكتور محمد، إذا تكرمت في عندي سؤالين. السؤال الأول، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ودكتور محمد، حنير فيه ناس يفوت على المساجد مراءة، والدليل أن الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والدليل الثاني أنه كان زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول لعنه الله أجلكم الله، كان لما شوف الرسول رايح على المسجد عليه الصلاة والسلام يسبقه، ولما شوفه بده يدخل المسجد كان يشرفه وحفايته وحطها بعب وصلي وراه، وكان لما شوفه خارج من المسجد يستنى على باب المسجد، بس يجي يطلع لبس إياها برجله. نرجو منك يا دكتور محمد توضح لنا هذا الحديث، انه في ناس مرائين، والرسول يقول: اذا رايتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. نرجو توضيح ذلك. السؤال الثاني دكتور محمد، في عندي ابني الكبير، يا دكتور محمد لما بيجي بتوضى اديه واجريه بغسله فوق الخمس ست مرات، ونبهت عليه اكثر من مره، قلت له لا يجوز انك تتوضى اكثر من ثلاث مرات، اكثر من ثلاث مرات تبطل الوضوء، صلاتك لا تجوز. فقل لي انا هيك بتوضى وهيك بعرف اتوضى. فايات الولد قاعد عندي، وقلت له ما شاء الله تسمع الجواب من الشيخ، وانا ارجو منك يا شيخ رساله. يعني كيف بتوضى اكثر من ست مرات؟ بغسل ايديه مش ثلاث مرات، بغسل اربع خمس مرات ست مرات، ورجلي نفس الشيء يا شيخ. يعني اعضاء الوضوء، اعضاء الوضوء يكررها اكثر من ثلاث مرات. نعم. اكثر من مره
تقول انا هيك بعرف اتوضا. طيب يا شيخ ارجو منك رساله توجيهيه لابني خليه يسمعك ان شاء الله منك استفيد. وشكرا يا شيخ. حياكم الله. الاخ حسين العزام السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا الفاضل اللي بنور الساسة. الله يرضى عنك ربي يبارك بعمرك. الله أول دعاء اللهم احفظ سيدنا حسين والعيون الساهرة وشيخنا الفاضل وكادر الحقيقة والكنترول اللي على كادر الحقيقة. آمين آمين يا سيدي. في أنا عندي جريمتين كبار أنا ملاحظهن عندنا بالأحوال المدنية والجوازات وبالشرعية. الأحوال المدنية قطعوا لبناتنا جوازات سفر بدون أمر أبوهن. قطعوا جوازات سفر أحوال مدنية درش قطع الشو جواز سفر لبنتي وبعدني ما ثبتت عقد زواجها أنا مع السعودي وقطع جواز سفر بدون ما أعلم ما استعيت أنها مسافرة معه بدون ما ثبت لها عقد الزواج مع السعودي. كيف ما فهمت يعني؟ يعني سافرت مع زوجها؟ سافرت انه باقيين قايلين بالمطار انه هاي صديقة سعودي قال لهم بالمطار هاي صديقتي وما حد جواز سفر. طيب انت عقدت عقدهم ولا ما عقدت؟ والله على الفاتحة يا سيدي على الفاتحة وشهود اثنين والإجابة والقبول. طيب قديش عمرها؟ عمرها 30 سنة. 30 بتقطع 10 جوازات. طيب شو طيب اي بنت الساعة تقطع جواز سفر وبتترك ابوها وهنا بتفل حالها؟ هذا موضوع اخر. انت بتعاتب بدائرة الاحوال المدنية. دائرة الاحوال المدنية اي لا. شخص بصير اكثر من 18 سنة بيقطع جواز سفر. يعني بناتنا كلهم بيقطعن جواز سفر بعد 18 ولا ابوهم بدل؟ لا قانون هذا يعني بيقطعوا بعد 18 يعني يعتبر بالغ عاقل وكذا وله حق يعني انه يقطع جواز سفر. هلا سفرها سفر اللي اقل من 18 سواء كان ذكر او انثى لازم موافقة ولي الامر سفره. طيب والشرع لما تتطلق بالثلاثين سنة هسه ما بدري عنها هي عند اخوها هي بالمفرق تطلقها السعودي وما بدري عنها بقوله ترجع تتزوج من حالها لبالها. لا ما بتتجوز لحالها اذا اتطلقها. إذا اطلقت بس ما. إنها بتحكي يعني مش يكتفوا بصماتها بل تقول موافق يعني الحديث النبوي تستأمر يعني هي تستأمر والبكر يعني تستأذن والبكر تستأمر فيؤخذ إذنها يعني بالموافقة الصريحة. أما البكر لو صمتت ورضيت بسكوتها اكتفى القاضي او اللي هو بسموه اللي بكتب الكتب يعني المأذون الشرعي بيكتفوا بصماتها. اما هذه لابد سواء كانت ثيبا مطلقة ارملة او كانت بكرا لابد من وجود ولي الامر لزواجها. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. وإذا راحت على أخوها وراح يعقد لها بدون أمر أبوها. إذا أخوها راح عقد هذا وجود الولي لكن لا المحكمة ما بتقبل يكون أخوها موجود إلا إذا الولي عضلها. يعني إذا أنت مش موافق على زواجها وبدك تمنحها من الزواج وعندك أسباب إلك فهي بتثبت أنه أنت ما بدك تزوجها ومضايق عليها فبيقبل القاضي ولي آخر. فأنت يعني أولا أخوي حسين يعني أنت أمام الناس أظهرت أنه هالولية مسكينة أنها عاملة مشكلة. الله أنا ظننت بالأول يعني أنها حملت حالها وراحت معها الرجل الغريب لكن هيك خلال الحديث معك البنت رايحة على قاضي وكاتب كتابها وبنفس الوقت رايح معها أخوها وعمرها مش طفلة. يعني أنا فكرت والله 15-16 لا الأخير 18 عمرها 30 سنة عارفة مصلحتها وين وسافرت مع ابنها الحلال وربنا يستر عليها وانت ادعي لها. طيب يا سيدي أنا أخوها ما أخذ أمر مني. ما أخذ أمر يبدو أنه فيه أشياء إحنا مش قادرين نسألك عنها وفي أشياء بينكو يعني. نعم حياكم الله. بارك الله فيك. هلا بيك. أم محمد من المفرق السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام شيخ، كيفك؟ يا مرحبا. شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا رحت عمرة في رمضان. نعم. ولما رحنا على بار علي افطرنا وصلينا صلاة المغرب. نعم. ركعتين الإحرام اللي عشان نحرم فيهن ما صليناهن، نسيناهن. نسيتوا ركعتين الإحرام. ما صلينا. صلينا نعم. صلاة المغرب وطلعنا. صليتوا صلاة المغرب؟ صلينا صلاة المغرب. هذه بتلك، هذه بدالها. عادي يعني. هذه صلاة المغرب وركعتين سنة المغرب بدالها. جزاك الله خير، والله احنا كنا يعني متخوفين. لا 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 تتخوفي، وعمرة مقبولة، وعمرة تعدل حجا لأنها في رمضان، واللي بيعتمر في رمضان أجره كمن حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. وربنا يتقبل إن شاء الله. أم محمد من الطفيلة، سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير يا شيخ. مساء النور والسرور. يا رب طول عمرك. جميع. شيخنا بدي تفسر الآية، تشرح لي إياها. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عنك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. والله يا شيخ مو أف. أنا بلاحظ لما الواحد يحكي مع بنته أو ابنه بيدب الصوت عليه وبصرخ عليه صرخ. فأنا بدي منك تفسير لهالآية وبدي منك نصائح يا شيخنا للي ما بتقول لها في الآباء والأمهات. حاضرين. السؤال الثاني شيخ، هسا بدي أسألك عن الأذان يا شيخ. نعم. أحيانا بكون في الشاشة مع المسجد. يعني مع مين أردد؟ مع اللي في المسجد ولا مع الشاشة يا شيخ؟ مع اللي بالمسجد ولا مع إيش؟ شاشة بتكون يعني في آن واحد بكون بأذن المؤذن بعمان مثلا أو في الطفيلة. فأنا بكون عند الشاشة قاعد يعني أكتب الشاشة وأسمع مع الطفيلة الجامع ولا أنا مش مع الشاشة؟ اختاري أي واحد منهم لك الأجر والثواب. يعني جاهز يا شيخ؟ إلا إذا كان إذا كان في فروق توقيت. لا لا يعني لا مع بعض يا شيخ أحيانا. مع بعض رددي مع الأقرب إليك اللي بتسمعيه أكثر. والله أنا بكون عند الشاشة بقول إنه لو يكون بيجيني إثم مثلا. لا لا مع الشاشة يجوز لك يا أجر، بجوز الأجر أكثر تبع الشاشة. الله يا شيخ لأنه لك يا أجر مثل من سمعه، فاللي على الشاشة بيسمعه كثير فعلى الحسابات بيطلع أكثر، بس شرط يكون نفس الوقت. الله يسعدك يا شيخ وطول عمرك. آمين. الله يوفقك يا رب. حياكم الله. شكرا لك. يا هلا. أم سليمان من إربد، سلام عليكم. وعليكم سلام ورحمة الله. يا شيخ بدي أشكي لك هالشكوى. شكوى لغير الله خالد مدد. الصوت الصوت. أنا سامعك بس أنت مش سامعني. أنا شوية سمعي ثقيل. لا والله أنا سامعك. طيب تفضل يا أم سليمان. الله يسعدك يا شيخ. بدي اشكي لك من هالشنة إلنا. طول روحك علي شوية. تشكي لك هي تمد شوي. هايني قاعد ومصفط وبسمع. اتفضل. في الأولاد اثنين معمرين فوق بعضهم. نعم. الله يخليهم ويحفظهم. الله يخليك. الولد اللي بالطابق الأول الأرضي له باب لجنوب. واللي على الطابق الثاني له باب لمشرق. له بلكونة هذا اللي على الباب الثاني. اللي على الطابق الثاني له بلكونة فوق مدخل دار أخوه اللي بابه للجنوب. سامعني انتهيت؟ أنا سامع. أيوة. يجي تشطف مرته الدار كاملة وتكبها علينا في إلها ماسورة، تكبها علينا وعلى دار أخوه. تحط هاي اللي بالطابق الثاني. هاي اللي بالطابق الثاني. اللي بالطابق الثاني مسطح داره هذا اللي على الثاني 140 متر وإله منشر. هذا ما إله إلا باب الدار هذا أنت يلي على الطابق الأول. طيب وين الثاني؟ تكمل الدرج وتشطف الدرج. ما هي إلها مدخل، ما هي إلها لمشرق إلها بس كنت شر تشطف كل الدار أربع غرف مع منافعهن على البلكونة والصير. إحنا هاي ماسورة علينا إحنا منه ومغرب بجنبه يعني ما فيش مترين بينه وبين هذا اللي الطابق الأول. الحق على الطوبرجي. الحق على الطوبرجي. السجادة تدليها على مدخل دار أخوه من فوق البلكونة. أم سليمان. نعم. الله ينعم عليك. الحق على الطوبرجي. سوى البلكونة على الدرجات تبعتكم. يعني هاي النية أنها هالبلكونة مثلا يقفوا فيها.
مش يكبك بمي فيها. تكب مي على دارك وتدخل المكيه الهذا وين الدشر سطح دارها ودل المكيه يطمنوا روسهم ويطلعوا من فوق. أيوه. تغسل الشبابيك على شبابيك سلفتها وتكبها. مني من هن بتقرب لك ام سليمان؟ نعم. مين من هن من الكناين بيقربوا لك؟ والله ما واحد تقرب لي والله. كل واحد من بلاد. ومني نقات منهن؟ والله اللي بتكب المي. اللي بتكب المي والله هي نقات. هي قلتها هاي نقات. وتم سالف لك من عيلة وصخة طلعت من عيلة وصخة. لا 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 يا حدية حدية ما بصيرش يا حدية. سامعك انا كملي حديثك. حسبي الله ونعم الوكيل. بس حجة الله يهديها الله يهديها. بعدهم هذول بعدهم يا دكتور صار لها 6 سنين على هالضربة هاي. ايوه. وحكي انا للناس والله بوقفات عيد الضحية انها هاي صارت مغسلة شبابيك وانها هذيك قامت ترشد بالهذا وانها ترن علي هاي اللي تحت تقول يا عم مشان الله. طيب جوزها شو بقول ابنك؟ ابني لو بدي اسولف لك ابني ملازم اول بالامن الان خلاص بدون وين ما هو يكون. شو بقول ابنك؟ يقول انت اتخاوزي مع مرت ابنك الكبير. شو بقول لها؟ ما بقول لها هذا الاشي بيأذي دار اخوي وبيأذي امي. تقول له غصبا عنك يا تطلقني وتكب الاولاد معاها اولاد 2-3 نفر بديش اقول لك ذكور. تكب الاولاد عدة مرات يا تقبل اهل اشي بدك. والله طلعت عليها اقولها حرام عليك الدنيا وقفات عيد نظفت ليش ما انت الطابق الثاني مش بعرف انه تمسح بخريقة مبلولة والثانية ناشفة تنشف تكبي وانها قلت صارت ترشد بزيادة قلت لا انت الله عليك هذيك تسع وانها تقول لا انت الله عليك وكلكو وصارت ترشد بزيادة. لا حول ولا قوة الا بالله. شو بدي اعمل شو يعني شو انت ساكنة عندهم يا مسلمة؟ نعم. انت ساكنة عندهم؟ لا والله انا الحمد لله النا دار بس بيننا وبينهم مترين يعني النا دار كامله وجوازي بعده مليح يعني بدي اقول يعني احنا مش تقول مستقلين عنهم. بس بشوف الضيم قولي. نعم بشوف الضيم بعيوني. وليها اخوان تنك تقول لا تحكيش بحجة انه من اصحاب السوابق اخوانها. خلص وصلت الرسالة من لها مالية بحجة تقول تعالوا علي طلعوا. ام سليمان احنا هسا ان شاء الله بنسوي توجيه لسؤالك للي مثلها وإليها وللي مثلها. يا ابو يا دكتور اتفضلي. هاي المره يعني لن اشتكينا عليها ندينها. بجاوبك بجاوبك بالله عليك بالله عليك والله نشفت ريقنا الله ينشف ريقها الله. وتكب الاولاد تقول ادعي لها بالهدايه يا حجه. ادعي لها بالهدايه يا بايه بيجيك اجر وثواب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لو بدي احكي لك عن ثواب جهلها هذول ما عندهم لا دين ولا ضمير. لا حول ولا قوه والله ما بذل ابوها نصب عمر اخذ دار منها طابقين وضربها وانه جالطها. خلاص احنا ان شاء الله بنجاوبك وان شاء الله تابعينا مشان نجاوب يا ام سليمان. يعني هسه اتابعك هسه ظلي معنا بعد شوي سكر التليفون والله ضامتنا يا الله يرضى عنك ربي. ماشي يا ام سليمان. الأخ خالد أبو طير من الزرقاء أهلا بالأستاذ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محمد الغول. يا أهلا بيك. يعني أم سليمان يعني سبحان الله يعني هي دعوة منها بس لأولادها دعاها مستجاب والله يهدي البال وغير الأحوال. أمين. دكتور محمد طبعا تحياتي لقناة الحقيقة القائمين عليها والمتابعين لها. سؤالي من الواقع المؤلم بحياة المسلم. طبعا احنا بصلاة الفجر بالمسجد دكتور محمد بعض الأشخاص يعني عند السجود والركوع الإمام بصل آخر الفاتحة وهو لساته ساجد. يعني أنا ما بعرف يعني أنت يعني بدك تظهر للناس أنك ساجد ومخلص في صلاتك وبعدين أنت بدك تسجد يعني قوم قيام اللي يوجد لك نص ساعة ساعة زمان على راحتك. أنا سؤالي مرافقة الإمام مع من المأموم متى بتجوز ومتى تبطل الصلاة؟ شكرا لكم ودامت قناتكم. حياكم الله. الأخ سلامة العقبي من العقبة. السلام عليكم أخ سلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك فضيلة الدكتور؟ يا هلا ومرحبا. كيفك
كيف صحتك شو اخبارك؟ تمام. حكيت معنا قبل نتائج التوجيهي؟ لا هذاك ابني اللي حكى. طمني كيف وضعه؟ لا الحمد لله نجح الله يطمنك بالخير يا رب. الف مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. لانه علق الاسم في ذهني. انت الخير والبركه يا دكتور. الله يبارك بعماركم ان شاء الله. دكتور بس بدي اسالك سؤال. اتفضل. هسه العمره اللي بعمل عمره. نعم. العمره الربويه جائزه اللي هي طبعا بالفائده بيكون مثلا 120 ليره ولما بتصير بالتقسيط بتصير عليه 150 ليره. حلال ولا حرام؟ كيف بيعتمر بالتقسيط يعني؟ في شركات ما هي عندنا بالعقبة عاملة تقسيط رحلة بالتقسيط رحلة العمرة. يعني دين. آه. وإحنا المفروض يعني نخلص الدين وبعدين نروح على العمرة. ما قلت لهم بقولوا لا وسألت تبع العمرة شيخ. بقول له أنا ما بفتيش. قلت له طب ما تفتيش أنت عاملها مش هاي حرام دين المفروض ما طلعش دين ولا طلع برضوية هاي صارت ربا. بقول له لا 20% مش 20 ليرة مش ربا. قلت له ليرة ربا. لا نحن نجيبك على هذا ان شاء الله بس موضوع الدين يعني اني استدين مشان اروح على العمره ما بصير. ما هو دين بتدفع 20 للتقسيط بتدفع مثلا 30 وبصير تقسط الباقي على الاشهر الثانيه تقسيط تعرف. نعم. تقسيط ربوي. واذا نقد 120. اذا نقد 120 اذا تقسيطها تصير 150 دينار. نعم. مش ال 30 دينار هاي ربا؟ لا هي ليست ربا لكن نجيبك على هذا. ان شاء الله يعطيك العافيه. حياكم الله يا سيدي. الاخ محمد السعودي من الطفيله السلام عليكم. عليكم السلام كيفك يا شيخ؟ يا هلا بيك. كيف الصحة واخبارك؟ تمام الحمد لله. يا شيخ بدي اسألك بالنسبة للأطفال في الصلاة في الصف. صلاة الأطفال؟ في الصف يعني هل يفصل الطفل الصبي مثلا يعني بيقطع الصف؟ بيقطع الصف. نجيبك إن شاء الله، قد إيه عمر الولد؟ يعني والحديث اللي بيقولوا مثلا إنه الأطفال الصبيان في الصفوف الخلفية والنساء. الحديث يعني يقفوا في الصفوف الخلفية. الأولاد كم عمرهم؟ يعني بدك تقول من 10 سنين وتحت أو 10 7 من 7 ل 10. لا لا بدي الحد الأدنى قديش أصغر إشي؟ 7 سنين أقل شيء. 7 سنوات. نجيبك إن شاء الله. طيب شكرا لك. حياكم الله يا سيدي. الأخ خليل الزرو. خليل الزرو الزرو ها؟ الزرو الزرو شيخ. الزرو. أيوه. والنعم. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي أغلبك يا شيخ، بدي أسألك هلا واحد يعني عمل عملية. نعم. عملية كبرى يعني ممنوع عند المناعة عنده نازلة. نعم، عملية المناعة نازلة. ما يعني صعب إنه يتخالط من الناس. فموضوع المسجد إنه خلال الثلاث جمعات إنه المفروض إنك تصلي بالجامع، فهو ما بيقدر يصلي الجامع. ما بيقدر يروح على المسجد هو؟ لمدة 3 أشهر. ما بيقدر يروح. لانه ما في مناعة. يصلي ظهر. نعم. يصلي بالبيت ظهر. يعني صلاة الجمعة يصليها بالبيت؟ يصليها بالبيت بس ظهر مش جمعة. طبعا. لمدة 3 أشهر يعني ما بصير عليه حتى يسمح له الطبيب يروح. الله يبارك فيك يا شيخ. نسأل الله له الشفاء. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. حياكم الله. إذا نبدأ بالإجابات بالأسئلة التي بحوزتنا. الأخ حسين. الأخت فاطمة من عمان. السلام عليكم. أنا يا أخوي مرحبا. يا مرحبا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ تمام الحمد لله. أهلا عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ربي. تفضلي. العافية يا شيخ. الله يعافيك يا هلا. الله يعطيك الصحة إن شاء الله. وإياكم يا رب. في سؤالين يا حجي. اتفضلي. في سؤالين عندي. حلمت بأبوي وعمي ميتين وهم موجودين على قيد الحياة؟ لا ميتين. نعم. وهم أعطاكوا عمرهم 2. حلمت بيهم وهم. نعم. حلمت بيهم يا شيخ وهم قالب بكرم بلقطه زعتر من الزعتر اللي بنحط على بنسوي دقه يا شيخ. معروف. تفكرين جاي من باريس؟ بعرف كل الانواع هاي. انا بعرفهن كنت القط منهن. زعتر من شيء اللي بنسوي زعتر دقة. بري. بلقطه قال فيه بستان وبلقط هو امي منه. وانا واقفت عندهم وبس الزعتر مش كثير خفيف شوي وقال بدوروا. نعم. وبلقطه. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بدي اقول لك لي اخو بنته. نعم. خطبت. بنته خطبت. نعم.
بعد ما اجت البنت قالت بدي اياه وعاودوا جهزوا وخولوا ذهب وحجزوا حجزال وفرقوا كروت وانا بتقول لك انا ما بدي اياها الساعه. بدها تاجل ولا تبطل؟ ما بتاجل بتهاش اياه من مره بتقول لك مش طايقه. نعم. وابوها بغصبت عنها بقولت والله لو بتموتي لو بتنذبحي الا ما تسوي كلامي انا ما بسويش مع العالم الا تاخذي. طيب شو وجهة نظرها؟ سألتوها؟ سألناها قلت لنا شفت منه اشي؟ قالت لا والله ما شفت بس انا مش طايقه. وابوها جبرها قال ولا يمكن الا تاخذي. وصار العرس ولا بعده؟ اقنعوها اليوم وعود كانها رضية. يعني اتجوزت ولا بعدها؟ بعدها الجمعة حفل هذا فرجتها يعني الجمعة هذه. اذا ما بدها اياه مش بقولوا من اول وما اهونه؟ ما قلنا يعني قلنا اول واهونه. قال لا صار الجماعة مجهزين ومشترين ذهب وحاجين صالح ومزين كروت. المرأة البنت العروس على مصمدها ما بتعرف مين عريسها؟ ما احنا قلنا والله قلت الحكي هذا. ما في نصيب. ما في نصيب. اذا لها وجهة نظر مقبولة حاول بالاول بالاقناع اذا يعني في مجال للتراضي بينهم تم. ما فيه انت بس تجيب لي اياها السؤالات خليني اسمعها. حاضري يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك. نياز الحمايده من الكرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك دكتور محمد؟ يا مرحبا وسهلا. كيف يا اخوي تجي على الربه وتروح واحنا ما تخلينا نشوفك؟ شايف جاي على العزة ومعزي وساحب حالك ودار رايح. بالله هيك بصير؟ حكوا علي يا سيدي. خليتنا نشوفك يا زلمه هيك جاي بسرعه ورايح بسرعه يعني. بنتشرف فيك وواجبات يا سيدي. الله يجزاك الخير ويرحم امهاتنا. يعني من سوء حظنا انا ما شفناك والله. الله يبارك بعمرك ان شاء الله نزوركم بالافراح يا سيدي. الله يحفظك. دكتور محمد القرض الربوي بخصوص الزواج. خصوص الزواج. صارت القروض الشخصيه سهله جدا. والان نعم. الظروف الماديه صارت للناس صعبه. نعم. موظف في الحكومة قرضه الشخصي حوالي 18,000 دينار، هل يجوز انه ياخذه مشان يتجوز لانه اعزب؟ يعني ايش يسوي؟ ياخذ قرض؟ قرض ربوي. ربوي؟ مشان الزواج. من اجل الزواج. نعم. طيب ما لقى ابن حلال يجوزه من غير ما ياخذ قروض؟ يا ريت والله يا اخوي. اليوم يا اخويا حتى اللي بده يتجوز خاف الله بده يدخل معركه اليوم. ما يقول غرفة الضيوف وتقعد 10 سنين ما بفوتها ضيف. يعني انا بسمع كلمات طيبه اخ نياز. نعم. ناخذ من وقتك شوي. تفضل. قال خذ من طين بلادك وحط على خدادك. ها؟ نعم. يعني بنت عمه بنت قرايبه اهل الحويط اللي بيشعروا معه ما بيلاقي له بنت حلال. واحد يعني مش طماع من قرايبها ابوها يعني من قرايبه يكون بزوجوا اياها يعني وباقل التكاليف. والله يا اخويا في الزمان هذا صارت الامور يعني حتى المظاهر هي اللي دمرت الناس. هذه المشكله. هيك حطيت ايدك على الجرح. المظاهر هي اللي دمرت هي اللي قضت على كل الناس وحتى اثرت على العادات الطيبه. والله أثرت. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أقلهن مهرنا أكثرهن بركة. أكثرهن بركة. نعم صحيح. فبدنا الحكم الشرعي. بالله يا أبو دكتور محمد. حاضرين نجيبك إن شاء الله يا سيدي. حياك. يا مرحبا. حياك الله. الأخ محمد المشاقبة من المفرق. السلام عليكم. عليك السلام دكتور محمد. أبو يوسف معك. يا هلا أبو يوسف. شلونك؟ وين هالغيبة يا أبو يوسف؟ والله بين الأيادي. يلا حييك. الحمد لله. وشلونك؟ الحمد لله تمام. ولادك بخير الحمد لله. ابوس على ايدك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يحفظ الاذن. امين يا رب. واسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يحفظ الاذن. امين يا اخوي. وامرني 300 كيلو زيتون. وامرني 300 كيلو زيتون. 300 كيلو زيتون عليه زكاة؟ لا اللي عليه زكاة 611 كيلو. 611 كيلو. 611؟ يعني خمس اوسق، خمس شوالات. طيب انا ما اعرف الا زكى اني نظر. هذول بدك تزكي انت حر. بتطلع انت بترويهن بتسقيهن ولا من المطر؟ والله من المطر بعد. من المطر، اذا بدك تزكي بتطلع منهن العشر. يعني بتطلع لك 30 كيلو.
إذا بدك تزكي، لكن هن ما عليهن زكاة لأن هن أقل من النصاب. أقل من النصاب. النصاب 611 كيلو. قل لي وين الغيبة؟ والله نبرد الجسرات ويتزكيه. لو أنا قلت لي فزعت لك. حبيبي طول عمرك. معاي سيب صغيرة بالسيارة. حبيبي حبيبي. والشاروط معي. يا حبيبي. والمفرش. حبيت أسلم عليك. الله يرضى عنك يبارك بعمرك. دعيلي يا دكتور محمد. ربنا يبارك بعمرك وحياتك ويتقبلنا ويتقبلك إن شاء الله. الله يرضى عليك. الله يحفظكم. محمد الطوالبة من إربد، سلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. سلام ورحمة الله وبركاته. إيش أخبارك صحتك؟ تمام الحمد لله. صلى على بشيخنا. صلى الله عليه وسلم. أنا زلمي عسكري. نعم. ماشي. وقد متجوز وطلقت. ليش العسكر ما بيطلقوا؟ والله ما تعرف مسائل مشاكل زوجية. ها؟ كنت مروح زوجية. يعني مروح من المناورة زعلان ولا مروح من الوظيفة ولا شو سالفة؟ لا والله روح مروح من دوام ما شاء الله علي، بس المشاكل الزوجية من أهلها من أهل بنت. ها؟ ولا بنطبق عليك يا محمد المثل بيقول يتفيك شر محكوم لا حكم، تحكموا فيك بالجيش تروح تحكم بنات الناس. صدقتها. ها؟ صحيح كلامك صح. زي ما بتقول للقائد، زي ما بتقول للضابط سيدي، قول لها سيدي. كلامك صح. كلامك صح بالله. ها قول لها سيدي. شيخ بسؤال. تفضل. هسه أنا في صندوق ائتمان عسكري. صندوق الائتمان العسكري. فأنا بدي أخذ قرض 15,000 عشان أعمر وأتجوز فيهن. نعم. فأنا الحلال والحرام. صندوق الائتمان العسكري له هيئة شرعية ووضعت له ضوابط، وكان مديره نفس الباشا اللي هو أبو عمر مدير الجمارك الحالي، وعملوا له هيئة شرعية وهو أقرب ما يكون للشريعة. فأنت بتأخذ القرض وأنت مطمن إن شاء الله. أريد أشكرك. حياك الله. أم عامر من الكرك، السلام عليكم يا أم عامر. أهلين وعليكم السلام. يا هلا يا أختي. تفضل يا أم عامر. بدي أسألك يا شيخ قرض الجيش. بدي أسألك عن قرض الجيش. السلفة يعني؟ ولا لا؟ السلفة؟ في قرض إسكان، في قرض من صندوق الائتمان العسكري. لا. ايوه صندوق الائتمان العسكري. ايوه من صندوق الائتمان العسكري. نجيبك ان شاء الله. عندك سؤال ثاني ام عامر؟ ابني اخذ منه. اخذ اشتروا له مواد. بده يتجوز قرض زواج. قرض زواج؟ بيشتروا له الاغراض ولا لا؟ ايوه. ما بيسلمونه قد. اشتريناهن له. هم اشتروا له يعني، بس النهار اللي وقعوا له القرض واخذوا قاعدوا من الجيش. قاعدوا ليش؟ الو خلص مدة التقاعد وتقاعد؟ لا والله ما خلص مدة التقاعد، له 12 سنة في الجيش. يعني بسبب يعني ظرف صحي معلولية يعني؟ لا والله هي سرّه من هذا ما أخذ هالقرض. هو حرام ولا ما في حرام اللي نسأل عنه؟ لا حول ولا قوة. لا معلولية ولا إشي، بس استغناء عن خدماتك. بكون في عليه إشي يا حجة لو سألته؟ بكون في قضية. بكون في قضية يا معامر. والله لا في قضية ولا محاكمة ولا إشي. لو تسألوا بيقولوا لكم. فقلنا إحنا بجوز القرض فيه حرام. لا لا القرض إن شاء الله ما في حرام إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. أبو إبراهيم من عمان، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا الصحة. مرحبا يا نبيك. والله بس سؤال بسيط يا شيخ. نعم. يقولوا إنه كل يوم جمعة بروح للمتوفي عن عائلته تقرير، مزبوط الحكي؟ كل يوم جمعة بروح تقرير لرب الأسرة المتوفي للوالد. ايوه مظبوط الحكي؟
لا أنا بعرف يعني ماذا قدم له، تيجي هدايا زي إيش الحسنات، يعني ينار له في قبره ويقال هذا ما يقدموه لك، لكن تقرير إيش يعني؟ تقرير والله عملوا وتهاوشوا وصالحوا يعني أي شيء بصير في بيته بروحه. لا 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 لا, لا, لا. مش صحيح هذا الحكي. حياك الله أبو إبراهيم. الأخ وليد محمد من المفرق، السلام عليكم. ألو، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك ربي، إن شاء الله الصحة والعافية. الله يجزاك الخير وإياكم إن شاء الله أجمعين إن شاء الله. دكتور في استفسار صغير. تفضل. أنا كانت عندي والدة مريضة، نعم، وعجلت شوية، فاتفقوا نجيبوا خدامة إخواني. نعم. فجاب الخدامة لمدة 10 أيام أو 12 يوم وأنا ما قبلت. نعم. فغريت الخدامة وحلفت على عيالتي تدخل علي الخدامة بالحرام بالطلاق إذا عاد تدخل علي الخدامة. نعم. وبلشت بأمي كاملة يعني يمكن ما يقارب سنتين. بعد السنتين توفت الوالدة وظلت الخدامة يعني موجودة، بس مش عندي بيتي، بيت جماعة ثانيين، بيت إخواني. نعم. فتفاجئ انه بعد الوفاة بزب 10 أيام جت الخدامة فاتت علي على البيت. نعم. فشو الحكم فيها يعني؟ ايش بدها الخدامة؟ فاتت علي يعني ما ادري، انا فاتت علي على البيت. ما نعم. كانت هاي الفترة هاي كاملة وبعد وفاة الختيارة بفترة فاتت علي على البيت. نعم. فأود الحكم يعني، كنت حالف الطلاق اللي حتفوت علي الخدامة. يعني انت لما حلفت بالطلاق انها ما تخدم امك، ما تخدم علي ولا تفوت علي، انه ما تفوت علي عشان ما تبلش بامي. نعم، يعني كان المقصود انك بدك انت تخدم والدتك وما بدك حد يجي يخدمها. ايوه. واحد من اخوانك اخذ هاي الخدامه وظلت عنده. اجت عندكم زياره. ايوه اجت. زياره ما انت كان ماذا كان قصدك من انه هاي ما تفوت علينا؟ حلفت انه ما تفوت علي عشان ما تبلش بامي، علشان ما يعني تخدم الوالدة. كان قصدك عدم خدمة الوالدة. ايوه. ما كان قصدك طلاق المرأة. لا لا, لا. اذا احتياطا بتدفع كفارة يمين من 5 إلى 7 دنانير. أيوة. احتياطا، والا لا شيء عليك، لانه كان قصدك، اذا كان قصدك انه ما بدك حدا يخدم والدتك غيرك او غير اهل بيتها. مش المقصود انك كرهان هالشغالة يعني انها تفوت وتطلع عليك، ما عندك مشكلة، انت كانت عندك مشكلة انه ما بدك حد يخدم المرحومة. ايوه هذا. الله يرحمها ولك الاجر. آمين. والثواب ان شاء الله. امين. ويجزاك الخير، ويجزاك الخير ويكتب لك الاجر والثواب ان شاء الله، ويجمعنا معها في الجنة ان شاء الله وجميع اموات المسلمين. الاخ محمد عبد الله من اربد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله. سيدي. تفضل يا سيدي. بدنا نحكي شيخ. تفضل يا سيدي. انت سيارتك بالنسبة بقيت تصرف عن الزيتون. نعم. احنا عندنا الزيتون اخوة شراكة مع بعضنا. نعم. بالنسبة للزكاة، ما على حسابك انت بيقول 611 كيلو ما عليها الزكاة. لا. احنا 611. الزيتون كلياته. بعدين بنقصر ونقسم عليها كلنا. حج محمد 611 عليهن زكاة. اقل من 611. اقل ما عليهن زكاة. ما احنا كثيرين، ما احنا كثيرين. بس انتم مشتركين مع بعض. مشتركين مع بعض، بعد ما نقصر بنقسم. وما فرزتوا. ما فرزتوا الكوم واحد. الكوم واحد. ما فرزناش بعد، ما فرزناش بين بعضنا. يعني انتم لما بتفرطوا الزيتون. نعم. في ناس بسموه يجذي الزيتون وبتكوموه مع بعض. بصير 611 كيلو ولا ما بصير؟ بصير. بتطلعوا زكاة. بس تطلعوا الزكاة. بعدين تقسموا. هيك على كيفك. الله يجزاك الخير. بارك الله فيك. حياك الله. الأخت أم عبد الله من معان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. والله إذا سمحت أختي، أنا حكيت لك قبل فترة توفى زوجها وبالعدة هي. نعم. فبتسأل الله ينعم عليك، بتقول إنه في قريبة إلنا بالمستشفى
هل يصح انها تزورها؟ يعني ضرورة؟ يعني اللي في المستشفى ما خطرة؟ المرة تعبانة شوية، والله حالتها تعبانة. يعني بتروح عليها صد رد وترجع؟ صد رد، بتحكي اروح انا وواحد من اولادي وصلني عليها وازورها وارجع، فما بعرف شو رايك. مسافة بعيدة؟ من الزرقاء لسحاب. من الزرقاء لسحاب على الطريق الجديد معناته؟ على الطريق الجديد 28 كيلو تقريبا. هيك يا ست، تزورها وترجع وربنا ان شاء الله يكتب لها الاجر والثواب ان شاء الله. والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتحكي انه جارتها قالت لها انها لما توفى زوجها، زوج جارتها كانت تزوره على القبر في ايام هي بالعده، فبتقول انا بخاطري ازور قبر زوجي. ما بتعرف بعد العده بتزوره؟ بتزوره بعد العده قد ما بدها. بعد العده هسه ما بصح لها تزور القبر بعد العده. بعد العدة الله يجزاك إن شاء الله. بس يعني لو راحت مرة بداية ما توفى أكيد زارته ولا لا؟ لا والله هو صار له تقريبا 40 يوم يعني، الله يرحمه. 40 يوم الله يرحمه وتغمد روحه الجنة. آمين. وصبرها إن شاء الله ولقيها في الجنة يا رب. الله يجزاك خير يا رب. وبارك في أعمارك وجميع إن شاء الله. لا هي يعني إذا بدها تزور القبر تروح تزور ورجع صد رد يعني، إذا في حاجة ما في حاجة يعني إنها تتركها لبعد العدة، وربنا إن شاء الله يتقبل منها إن شاء الله. أبو عماد من المفرق، السلام عليكم. سلامة الله، كيف الشيخ، شو أخبارك؟ حياك الله. الله يكرمك يا هلا بيك. سؤال سيدي الشيخ. تفضل. شخص أخذ قرض ربوي من البنك. نعم. واشترى مني سيارة. نعم. المصار اللي أخذت منه أنا بيشتري فيه سيارة ثانية، بعت أثمنها ولا لا؟ يعني انت عارف انه القرض ربوي؟ نعم عارف القرض ربوي. ليش تبيعه؟ بعد ما بعته، بس هو بده يشتري السيارة منه دفع، حبيت اسفر الموضوع هذا. انت لو ما سألته كان احسن، يعني واحد جاب لك فلوس ودفع لك واخذ السيارة. نعم. لكن اذا سألته وعرفت وتابعت ورحت وجيت انت وياه، لا ما بيجوز، ما بيصير. نعم، يعني بالحاجة يتم بالحالة هاي نسيري. طبعا، لانه انت شجعته، روح جيب لي قرض وتعال. جزاك الله خير يا توضيح. الله حياك الله. شكرا. الأخ منير عبد المهدي من عمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أوقاتك بذكر الله. يا هلا يا سيدي، كيف حالك؟ إن شاء الله مبسوط يا أخي. تمام الحمد لله. طبعا في آيتين، هو الآية منهن أول شيء اللهم صل على سيدنا محمد الله خالدا فيها، والثانية خالدا فيها أبدا. نعم. بدي تفسيرها هاي. نعم. خالدا فيها وخالدا فيها أبدا. نجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا نعود إلى ما معنا من الأسئلة. الأخ حسين من إربد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا طبعا الناس لها الظاهر، ولا يجوز أن ندخل إلى تفاصيلهم وإلى نواياهم، ما بنعرف. إحنا لنا بهذا الرجل يا أخ حسين أنه يذهب إلى المساجد ويرتاد المساجد ويصلي، فنشهد له بالإيمان. هلا أنت تقول أشياء أخرى عن هذا الشخص، هذا القلوب علمها عند الله عز وجل، فنحن لنا الظاهر والله يعلم السرائر. يتوضأ أكثر، يعني له ولد يقول يتوضأ يكرر مرات كثيرة في أعضاء الوضوء. التكرار يجوز يعني أكثر من ثلاث، وخاصة للمضمضة والاستنشاق. السنة أن يبالغ المتوضأ في المضمضة والاستنشاق ما لم يكن صائم. إذا كان صائم فقط يقتصر على الثلاث. الأخ حسين يعني يقول دائرة الأحوال المدنية كيف تقطع الجواز سفر لبنت من غير إذن الوالد؟ إذا كان يعني واحد عمره 18 سنة بيقطعوا له جواز سفر، سواء كان ذكر أو أنثى، فبيقطعوا له جواز سفر ما فيها شيء. الأخت أم زيد من عمان، السلام عليكم. يا
يعطيك العافية شيخ. يا مرحبا. بدي أسألك، أنا أمي توفت صار لها تقريبا يعني أقل من 8 شهور. أختك مين اللي توفى؟ والدتي. الله يرحمها. الله يسلمك يا رب. شيخ، هي كانت يعني كثير كويسة، ويعني وتصرفاتها كثير كويسة وطيبة كثير، بس يا شيخ كانت مقصرة بالصلاة شوي يعني. نعم، شو السبب؟ مريضة يعني؟ والله يا شيخ يعني كانت أولها كانت يعني ملتزمة بالصلاة، بس بعدين صارت تقطع، وكانت مرات تلتهي مثلا بشغل الدار وتهتم فينا وتقصر بالصلاة. بعديها هي مرضت وقعدت يمكن سنة كاملة تقريبا وهي مريضة. وكانت تصلي وهي مريضة؟ والله يا شيخ صراحة لا. ربنا يغفر لها إن شاء الله. أنتوا تصدقوا عنها وأكثروا من العمل الخير تجاهها، وإحنا ما كنا معها يعني حتى نعرف، بجوز لما كنتوا تغيبوا عنها تطلعوا كذا كانت تصلي، سرها بينها وبين ربها. يعني زي ما تحكي كانت تقطع بالصلاة يعني إن شاء الله. كانت تبدي مثلا شغل الدار، تهتم فينا مثلا، إحنا كنا نروح الجامعة نرجع تلاقيها مثلا الأمور تسوي إياها يعني تبديها على الصلاة أكثر منها، أكثر من الصلاة نفسها يعني. نسأل الله أن تكون من المقبولين، ويعني هي عظة لكم. والتقصير بالصلاة، الإنسان ما بيعرف متى ممكن يمرض، متى ممكن يموت، فالاهتمام بالصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيعني أنتوا ادعوا لها إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يعوضها بفعلكم للخير باسمها إن شاء الله عن روحها. طيب شيخ، ممكن كمان سؤال بس؟ تفضلي. هسه اذا كان واحد مثلا نذر على حاله نذر، بس ما في ايش هو النذر، يعني نذرت مثلا انا على حالي اتذكر، بس ايش هو بالضبط النذر نسيته. ما بين شو نذرتي؟ لا والله يا شيخ ناسيه، بس متذكر اني نذرت اذا صارت الشغله الفلانيه راح اسوي كذا كذا، ومع الوقت نسيت. حاولي تتذكري، لانه حصل يعني اللي شرطتيه او اللي طلبتيه. هو صار، صار يعني. أنا أرى يعني إذا كان بمقدرتك أنك تذبحي مثلا شاتا أو خروفا وقت ما تقدري تسوي زي هيك، لأنه غالبا الناس هذه نذورهم. طيب شيخ، سؤال أخير بس غلبتك معي. لا تفضل. حس أنا بدي أسأل عن شغلة التابعة، بحكوا أنه مثلا في الوحدة يكون لها تابعة وكذا، بدي أشوف أن هاي الشغلة صحيح ولا لا. التابعة لانه انا يا شيخ يعني عندي الاولاد، عندي الاولاد يعني لما اخلف اولادي يا بيجوا مرضين يا بيموتوا، واذا خلفت بنات لا امورهم تمام الحمد لله. عندي اولاد 2 وبنات 2، البنات ما شاء الله عليهم، بس الاولاد عندي اولاد 2، اول واحد اجى مريض من اول ما خلفته، والثاني اجى ما شاء الله عليه بعد فتره وصل عمره سنه وشوي، هو ما شاء الله عليه، وفجاه يعني يا شيخ انتكس ومرض ومش عارفين شغلته بالضبط، فيحكوا لي انت معك تابعه الصبيان ولازم تروح وتعمل سوار. والان كيف وضعه هلا؟ والله يا شيخ وكل ما فيه للاحسن، بس الحمد لله. اسال يعني الله، اسال الله انه ربنا يشافيه. اقراي عليه الورد، اقراي عليه قران دائما، حاولي دائما تسوي ورد خاص له، ودائما ادعي له واقراي عليه قران، وان شاء الله الامور طيبه، وهذا الوساوس ابعديها عنه. بس شيخ يعني هي شغلة انه في تابعة هاي صحيح يعني؟ لا لا لا، ما 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 تفكري بهذا الشيء نهائي. طيب ماشي، يعطيك الف عافية، حياكم الله. يا مرحبا. الاخ عدنان حسين من المفرق، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لقنوت صلاة الفجر، نعم، دعاء القنوت مؤكدة، نجيبك إن شاء الله، نجيبك أخ عدنان على هذا. الأخ أحمد من إربد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، يعطيك العافية شيخ. يا هلا ومرحبا. الله يمسيك بالخير. يا مرحبا، مساء النور والسرور. معك أحمد عبابل من إربد. ونعم منك شيخ. أنا في عندي زيتون، نعم، يعني بطلع حوالي كل سنة 100-150 تنكة زيت. نعم ما شاء الله. أنا قاعد بالبيت، هذا هو يعني وظيفتي. أسأل شيخ، لما بدي أزكيه، نعم، أطلع مثلا راتبي الشهري ولا أزكيه كامل؟ بتقدر تدفع نقد، يعني بتقيم الزيت هذا
والأفضل أنك تقيمه زيتون، يعني طلع عشر الزيتون. عشر الزيتون نعم، هذه زكاته إذا كان بماء المطر يسقى، ماء السماء. بعل. فأنت بتقدر تحول هذا المبلغ لنقد، ما في مشكلة. بس شيخ يعني زي ما تقول يعني هاي وظيفتي، أطلع راتب شهري ولا لازم أزكيه كامل؟ لا لا، أنت تطلع يوم حصاده كامل لازم أزكيه. الأفضل إن شاء الله شيخ، شكرا. ربنا يبارك إن شاء الله، ربنا يبارك. الأخت بثينة عبيدات، السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله. يعطيك العافية دكتور. يا مرحبا وسهلا. معليش سؤال يا دكتور. تفضلي. جزاك فضلك. بدي أسأل سورة قاف وسورة صاد ليش نزلن بالأحرف؟ ليش بالأحرف؟ في كثير سور بالأحرف، ألف لام ميم، ألف لام راء. لا دكتور، مهم. سورة البقرة، سورة البقرة مكتوب، سورة آل عمران، سورة آل عمران بس. سورة صاد وسورة قاف. نعم، سورة صاد وسورة قاف. والله ليش نزلن بالأحرف؟ أنا أجيبك في الحلقة القادمة. حاضري، حياك الله. أبو محمد من الزرقاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. حالك يا سيدي الشيخ؟ يا هلا بيك. الله يخلي لك أسامة يا رب، يبارك بعمرك إن شاء الله. الله يسعدك ويخليك ويعطيك تيرضيك جميعا، ولكم كذلك، وطول عمرك يا رب. بس لو أنك بتأكل لحمة شو أنا أقول؟ لا مجهول، هو الأصلي بوك البوك الصباع، بس أنت ممنوع عن اللحمة بعرف. هلا لو قلنا الحصان، الحصان بوك اللحم؟ لا مرات إذا كان بحرب مجبور يأكل. لا الحصان ما بوك اللحم، بوك كله عشب، كله سلطة. طيب. بيقولوا فلان قوي، بيقولوا فلان زي الحصان. الغول بخوف يا أبو أسامة. الغول بخوف. لا أليف، أليف يا محمد. ألو أليف، علي حلال إنك كنت تخوف أنت بهالبدلة العسكرية. راح في العسكرية، هسا صرنا مدنيين خلاص. وكنت محبوب. الحمد لله. والله كل الجيش والدفاع المدني برضو بحبك. الحمد لله، ذلك فضل الله. ويا سيدي بضرب عليك، ليش ما بترد علي؟ وليش اني فقير؟ لا يا سيدي، احنا بالمعيتك ابدا. انا بحبك يا ابو اسامة. الله يحبك ويبارك لك. لا والله اني بحبك لانك متواضع. الله يبارك لك، تلاميذك يا سيدي. الله يرضى عنك، يبارك بحياتك. مرة يا ابو اسامة قلت في رمضان اللي راتبه تحت 500 فقير. لا هسا اللي تحت 800. طيب واللي بيجيوش بالمرة؟ اللي ما بيجيوش نهائي نهائي فقير. والله قضيناها العام بس تتوية على الحطب، السنة منعنا صاحب الدار. خلص، أحلى صوبة لأبو محمد. الله يسعدك. شو بدك نوعها يا أبو محمد؟ والله اللي منك بركة، لو أنها من الشارع. لا ما هو أنا ما بعرف بالأنواع. الفجكة. فجكة؟ صارت دعاية هيك، صارت دعاية. بس اترك لي رقم تليفونك عند الشباب. تليفوني ما عندك. اترك لي الرقم هسا. تليفوني عندك، بس له سنتين عبد العزيز. خلص ابشر يا عبد العزيز. الله يسعدك. ابشر ابشر. حياك الله. ابشر بالخير. يا هلا بيك. محمد فايز من الشون الشمالي، السلام عليكم. سلامات سلامات سيدي. يا هلا. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير فضيلتك. الحمد لله رب العالمين. المختار محمد فايز أبو ونعم سيف. ونعم ونعم. كيف حالك؟ والله تمام الحمد لله. ذكرتنا ولا لسه فضيلتك أبو سامة؟ لا معروف. الله يطول عمرك. الله يحفظكم. كيفك مختارنا؟ طيب طيب، طمنا عنك. والله إحنا دائما أمورك طيبة متابعينك، وأنت رجل فاضل والله يا أبو سامة. الله يرضى عنك. كيف الشؤون يعني دفها هسع؟ والله ان شاء الله ان ربنا يرحمنا برحمته ودفع، لكن نسال آمين. الله انه يسقينا الغيث ويجعلها يا رب سقيا رحمه يا رب، سقيا رحمه يا رب يا رب. ودعواتك يا شيخ. الله يجزاك الخير، يبارك في حياتك وعمرك واولادك ان شاء الله. امرني مختارنا. الله يطول عمرك. انا اللي هيك سؤالين اذا تكرمت علي. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الاول، بتعرف احنا يعني دائما عندنا خطير بنطلع في جهات وبالذات طلب عرايس، فما
تعرضنا لموقف امر واحد او دائما انه لما يكون مثلا الكتاب مكتوب والعقد اعلن الاشهار تكون اشهار هسه بعدها تكون مثلا الفاتحه في ناس مثلا يقول لك يا عمي بعضها كانت في يعني احد المواقف انه يقول لك ما بصير تقول الفاتحه لانه كتاب مكتوب الفاتحه قران من اجل البركه من اجل البركه هو يعني في بعض الشيوخ وهذول خلينا نقول يعني الان حسبوا على الدين يعني بشددوا على المسلمين من اجل البركه من اجل البركه بقول لك انه يعني الى فاتحه خير ان شاء الله يعني شرعا لا يجوز تقرا الفاتحه للكتاب المكتوب اذا كان مكتوب العقد لا لا اقرا الفاتحه للبركه وللقبول ان شاء الله ولاستدامه البركه وهذا اشهار لا اشهار هو اشهار ومكتوب كتاب لكن نعم. احنا نقرا الفاتحه من اجل البركه نعم. بالنهايه يعني بالنهايه الله يطول عمرك سيدي ابو اسامه في سؤال اخر تفضل زيد فضلك انا عندي الوالد يعني له حوالي 10 سنوات عنده شلل نصفي نعم والله صل على سيدنا محمد بالاضافه انه ما بحكي يعني ويعني زي ما بقول يعني ما بيعرف يعني لا شو اليوم ولا كذا لكن احنا يعني قائمين عليه اخواني جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين كل يوم واحد بنام عنده وكذا هسه يعني من سنتين ثلاثه يعني الجلطه الاخيره خلته يبطل يعني يعرف شيء يعني لا شرق ولا غرب الا انه يعني بالطعميه حتى اذا ما بطلب مي انت اذا ما لقيته ما يعني ما ف الان الصلاه هل نعم. الصلاه الان يعني كيف ممكن يعني هل تصدق عنه اذا صحي مثلا اذا كان صاحي بكامل قواه العقليه يصلي هو سيد ابو سامه هو يعني من ناحيه يعني تقول صاحي يعني بيعرفني انا كشخص ابنه بيعرف اخوي الثاني بيجي اخوي الثالث بيعرفه يعني بيعرف لكن مثلا تقول له مثلا اجل يعني هسه صار يومين مريض نقول له طلع البلغم مش قادر يطلعه او قول له مثلا يعني بيعرفش يعني يا سيدي لما يكون في عنده وعي يحاولوا يخلوه يصلي اذا فاقد الوعي لا يدرك ما عليه صلاه الوعي المقصود يعني يكون وعي يعني يكون عارف انه قاعد بيصلي لا ما يعني ما يعني امراض بنخليه يصلي مثلا ورانا احنا بنصلي نعم وبنسلم ما بنسلمش بنشهد بتشهدش اتركوه براحته يعني يصلي براحته يعني ما بسلم على مين ولا بسوي يعني ما يصلي يصلي بالطريقه اللي بتريحه وما بيعرف انه بصلي هو ما بيعرف انه بصلي يا سيدي خليه يصلي بالطريقه اللي هو برتاح فيها يعني لا تحكوا له تعال صلي وصلي وكذا وليش ما بتصلي اتركوه براحته اذا شفتوه حاب يصلي صلوا قدامه انتم حاولوا تصلوا دائما عنده احنا بنصلي امامه والله احيانا يعني ايوه دايماً صلوا امامه اذا شفتوه اقتدى او صلى لوحده فاتركوه بس يعني نعم يا سيدي بارك الله يجزاك الخير نشوفك فضيلة نشرف ان شاء الله نشرف الله هاي الشتوية جت وهسع كله النزل على الغور هسه بنشوفك جيت الله يكرمك بس يعني المنطقة احنا يعني نكون مع زيبك احنا نشرف فيك يا سيدي الله يحفظكم الله يطول هلا مختارنا هلا يا سيدي الله يطول اخر سؤال من ابو عبد الرحمن من المفرق السلام عليكم ابو عبد الرحمن السلام ورحمة الله كيفك يا شيخ يا هلا يا سيدي شو أخبارك؟ تمام الحمد لله وعليك السلام ورحمة الله الشيخ بدي أسأل سؤال بالنسبة في شاب بده ياخذ قرض من بنك وما خلى باب غير دقه يعني بده يتجوز وما في باب غير دقه نعم هل إنه هالقرض هذا يلحقه حرام بيه؟ قرض يعني ربوي؟ القرض ربوي أكيد طب يشوف له مشان ايش بده ياخذه يعني ما في ما لجأ غير لبنوك هو ليش بده ياخذ القرض بده يتجوز يشوف له بنت حلال معها مصاري بده يعمر ويتجوز صار بده يعمر هسه خلينا بالجيزة وبستأجر له غرفتين شوف له بنت حلال معها مصاري ويتجوزها يعني ما في اي مجال ما ظل غير هلا البنك قدامه يستعين بالله شوف له بنت حلال او ابن حلال يجوزه بنته من غير تكاليف ويستعين بالله الربا حرام نحن الان يعني نعتذر من الاخوة ناخذ فاصل
لرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر. مشاهدي الأفاضل، نرحب بكم من جديد. اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث الله المقام محمود ودرجة العالة الرفيعة، بعث الله مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. نعود إلى الإجابات التي بحوزتنا. أم محمد من المفرق اعتمرت برمضان. طبعا نعتذر من الإخوة عن قبول الاتصالات نظرا لكثرة الأسئلة التي بحوزتنا، حتى يكون الوقت يسمح لنا بالإجابة عليها. أم محمد تقول اعتمرت رمضان عند أبار علي، صلوا المغرب وصلوا ركعتين أو جمعوا المغرب والعشاء ولم يصلوا سنة الإحرام، تكفي الفريضة عن صلاة سنة الإحرام. أم محمد من طفيلة تقول وقضى ربك، يقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني ما حكم الإيذاء الوالدين وكذا؟ طبعا الوالد والوالدة النظر في وجوههم عبادة، يعني من نظر في وجه والديه نظرة رحمة كتب الله له بتلك النظرة أجر حج وعمرة، فمنهي هنا طبعا عن عدم الإحسان للوالدين. والآية تقول ولا تقل لهما أف، يعني أقل أنواع التأفف والتضجر من الوالدين لا ينبغي ولا يقبل من الإنسان وهو بذلك آثم. أيضا قرن الله عز وجل طاعة الوالدين والإحسان إليهم بعبادته، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الأذان على الشاشة والأذان على من المسجد المجاور أيهما نردد معه؟ إذا كان متوافقات فردد مع الشاشة، لأنه مع الشاشة إيش بكون؟ إلك أجر المؤذن ومن سمعه، يعني بتوقع الشاشة يعني بشوفوها ناس أكثر من القرية اللي مثلا أو المحيط اللي أنت فيه. وفي كل خير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المنادي المؤذن ينادي فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. اللهم صل على سيدنا محمد. أم سليمان إربد أولادها معمرين طابقين ومشكلة وكذا. يا أم سليمان، يعني أنا رأيي في هذه القضية، يعني إذا كان هو راضي وهي راضية وأنت في بيت مستقل فيدبروا حالهم، ما دام هو راضي راضين عن هذا التصرف. لكن أقول للأخت هذه التي تزعج الجيران، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرضت عليه قضية مشابهة لهذا قالوا إن فلانة تصوم وتصلي وتفعل الخير غير أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار بسبب طبعا إيش؟ إيذاء الجيران. فإيذاء الجيران سواء بسكب المياه عليهم أو شتمهم أو إيذائهم بأي نوع من الإيذاء للجيران يؤدي إلى دخول النار، خاصة إذا كان متعمدا، فادعي لها بالهداية. الأخ خالد أبو طير، صلاة الفجر بالمسجد، يعني بعض الناس يسجد يبقى ساجد في الركعة الأولى ثم يقوم الإمام للركعة الثانية ويدخل في الفاتحة وما زال يعني هو ساجد، ما ينبغي، ينبغي متابعة الإمام، ينبغي متابعة الإمام حتى يقدر يعني صلي صلاة صحيحة. وقد ورد يعني في القصص السابقين وأعتقد في عهد الصحابة أن أحدهم جاء وأخذ يصلي ويطيل في صلاته، يسجد كثيرا وكذا في المسجد وهو يصلي إيش؟ صلاة النافلة، فقال له قم وصلي ذلك في بيتك حتى لا يراك الناس، لأنه لا بد من الإخلاص وعدم الرياء. أما أن يسجد ثم يأتي ذلك بأكثر، إذا سبقه بأكثر من ركن فصلاته باطلة، لأن متابعة الإمام واجبة.
الأخ سلام العقبي من العقبة، العمرة بالتقسيط يعني هي بيع خدمة، يعني يبيع خدمة 120 أو 150 إذا بدك إياها مقسطة أو إذا بدك إياها بالنقد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة، يعني يوضع في العقد 120 و 150 إذا كان بالتقسيط، وإذا كان بالنقد 120 إذا وضعت في نفس العقد يحرم، لكن إذا نفذنا عقد واحد فيها فهو جائز. لكن الآن موضوع العمرة، موضوع العمرة موضوع آخر، ما ينبغي الإنسان يستدين من أجل أداء مناسك العمرة، لأن العمرة ينبغي أن يسدد ما عليه من ديون من حقوق العباد ثم يذهب إلى العمرة، فلا يلزم الشخص الغير قادر على العمرة أن يستدين من أجل العمرة، لأنه لو مات العمرة في كفة ودين الناس قد يكون إثمه أكثر من أجر العمرة، فهذا دين. الأخ محمد السعودي، صلاة الأطفال هل تقطع الصف؟ لا، 7 سنوات وأكثر لا تقطع الصف، ولكن الأفضل وضعهم في الصفوف الخلفية. الأخ خليل الزرو من عمان، يعني شخص عمل عملية، وعملية هذه يعني مؤلمة أو بتطول حتى الشفاء، وفيها مشكلة المناعة، نقص في المناعة، بتعرفوا اللي عنده نقص في المناعة يتأثر في الجو، يتأثر من واحد معه زكام واحد مريض فورا بيتأثر وينتقل إليه العدوى، فهذا يصلي في بيته حتى يتم شفاؤه إن شاء الله، ونسأل الله الشفاء للجميع. الأخت فاطمة من عمان، يعني حلمت في أهلها بلقط زعتر، إن شاء الله خير، نحن لا يعني لا نحسن موضوع الإجابة على الأحلام والمنامات، ولكن إن شاء الله منام خير. له أخو بنته خطبت ووزعوا الكروت واتفقوا على كل شيء وخلصوا وحجزوا صالة، الآن صار عندنا التعنت إنه والله أنا أعطيت كلمة للجماعة وبطلت البنت، ما بدها شيخ، البنت إذا إلها وجهة نظر وما بدها هالشاب رأت منه شيء أو تصرف أو ما إلى ذلك، أو شعرت أنها لا تحسن، يعني إذا كانت المرأة بتكون متزوجة وما بدها الشخص هذا فبتتطلق منه، فما بالك يعني زي ما بيقول المثل من أول وما أهونه، فأنت بترجع لهم كل أمورهم تقول والله البنت ما لها رغبة ما فيها شيء، أما والله إنه تزوجناها وثاني يوم اتطلقت أحسن يعني، أو بعد سنة اتطلقت معها أولاد أحسن، لا خلص من أول الطريق ولا من نهايته. حتى يعني في ناس هم ماشيين على طريق طرابلس في لبنان، بعد ما تطلع من بيروت على لبنان على طرابلس، من بيروت باتجاه طرابلس في لوحات مكتوب عليها نص الطريق ولا كله، فنص الطريق احنا اول الطريق ولا كله. الاخ نياز الحمايدي، شكرا على دعوتك يعني، والكرك دائما في القلب واهل الكرك في القلب، وان شاء الله نزوركم بالافراح. موظف حكومة بده يأخذ قرض ربوي من أجل الزواج، ما ينبغي، يعني يحرم الربا حرام، فهو بالأصل أنه يبحث عن باب آخر ويدعو الله عز وجل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء، فالصيام والدعاء إلى الله عز وجل، لأنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ قروض ربوية. الأخ محمد المشاقبة يعني يقول 300 كيلو زيتون عليهم زكاة؟ ما عليهم زكاة، الزكاة 5 أوسق، الخمس أوسق اللي هي 5 شوالات يعني 611 كيلو، 611 كيلو هذه عليها زكاة، 611 كيلو زيتون، زيتون مش زيت. الأخ محمد طوالبة، صندوق الائتمان العسكري واحد بده يأخذ 15,000 أو كذا، هذا الصندوق له يعني لجنة شرعية وقام أصلا يعني وضعت له ضوابط شرعية، وإذا تقيد فيها الإنسان إن شاء الله أموره طيبة. الأخت أم عامر يعني تقول قد يكون سبب أخذ ابني قرض أنه يعني تم فصله من الجيش، هذا شيء آخر. الأخ أبو إبراهيم من عمان بيقول يعني هل في تقرير بيطلع كل أسبوع لرب الأسرة المتوفي عن تقرير إيش؟ هو الأموات هؤلاء يأتيهم من الهدايا كما ورد، يعني الهدايا التي تأتيهم ما فعل الأحياء من أقربائهم ومن أهلهم وخاصة أولادهم ما فعلوا لهم من خير، يأتيهم
في نهاية الأسبوع في كل خميس تأتيهم الهدايا فيتفاجؤون بها، فيقال أن ولدك فلان فعل لك كذا، أن ولدك قرأ لك قرآن، تصدق عنك، تزكى عنك، هكذا. الأخ وليد محمد، الوالدة مريضة وعجزت، أحضروا لها خادمة، حلف يمين بالطلاق، هذا الخادمة تضل عند أمه، وخرجت الخادمة فعلا وخدم والدته لمدة عامين. توفيت الوالدة، إجت الشغالة كانت عند واحد من إخوانه أو أهله ودخلت عليهم البيت. إذا كان قصدك من الطلاق فيقع الطلاق طلقة واحدة بدخولها، أما إذا كان قصدك منع هذه الخادمة أو الشغالة أنها تخدم والدتك فهذا حصل، وبالتالي دخولها الآن بعد وفاة الوالدة لا يضر، واحتياطا عليك كفارة اليمين. الأخ محمد عبد الله يقول نحن شراكة في كرم زيتون، وإذا قسمنا الزيتون بيطلع لكل واحد أقل من 611 كيلو، علينا زكاة؟ نعم عليكم زكاة، لأنه هذه أرض مشتركة وحصاد مشترك، وبالتالي هذه الشراكة يعني تقسم، لا تقسم، تخرج منها الزكاة ثم بعد ذلك تقسم. أم عبد الله من معان تقول يعني أختها توفي زوجها، هل تستطيع زيارة ضرورية لإحدى القريبات في المستشفى وضعها حرج، تزورها وتعود، وأيضا تزور القبر وتعود. أبو عماد يعني شخص أخذ قرض ربوي يريد شراء سيارة منه أو أي سلعة، الأصل أنك ما تسأله، لكن بما أنك سألت فالأفضل عدم إتمام هذا البيع. الأخ منير عبد المهدي يعني يقول الله عز وجل يعني في الأحاديث والآيات خالدا فيها، خالدا فيها أبدا، ما المقصود يعني شو الفرق بينهن؟ هذا زيادة تأكيد باللغة العربية، زيادة تأكيد، كلمة أبدا تأكيد لخالدا فيها، ولا لا فرق بينهم، إنما هو تأكيد لغوي. أم زيد من عمان، والدة توفيت كانت مقصرة بالصلاة، نسأل الله أن تكون في رحمة ربها وأن يقبلها بقبول حسن، وأنتم طبعا تتابعوا لها عمل الخير والدعاء لها إن شاء الله وربنا يتقبلها. الموضوع النذر، إذا الإنسان ما عرف إيش نذر يحاول يتذكر، وإلا يفعل ما يفعله الناس دائما في النذر. ماذا ينذر؟ عادة الناس أنهم ينذرون بذبح مثلا شاه أو غيرها. التابعة والقرين، هذه طبعا كل إنسان معه قرين، ولكن يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هل أنت معك قرين؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. فدائما يتعوذ الإنسان من الشيطان في كل حياته، ودائما لما تحملوا الطفل أو ترضعوه أو تعطوه شيء أو تعطوه طعاما أو تعطوه دواء قولوا بسم الله دائما، لأنه هو في مرحلة ضعف، ودائما ذكر الله عند هذا الطفل بكون أحسن. الأخ عدنان حسين من المفرق، دعاء القنوت هل هو سنة مؤكدة؟ نعم، الشافعية يرون ذلك، وجمهور العلماء يعني لا يرون ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء القنوت ويدعو على قبيلة، ثم ترك الحديث، ترك الدعاء على القبيلة وبقي دعاء القنوت. دعاء القنوت أيضا يكون آكدا في النصف الأخير من رمضان وفي النوازل حينما يحل بالأمة أي شيء يضرها، فحتى عند السادة الشافعية يرون أنه عليه من نسيه فعليه سجود السهو. الأخ أحمد عبابنا، عندي زيتون يعني هل يجوز أني يعني ما عندي راتب أنا وما عندي كذا، هل يجوز أن أخرج نقدا مثلا؟ يجوز أن تخرج نقدا عن هذا الزيتون بمقدار العشر، عشر الزيتون. الأخت بثينة عبيدات، سورة صاد وقاف، ما عندي إجابة، إن شاء الله نحاول نجيب لها إجابة. الأخ أبو محمد من الزرقاء، إن شاء الله تستدفي السنة هذه على صوب جديد إن شاء الله. الأخ محمد فايز من الشونة، شكرا لكم. وبالنسبة للجاهات، قراءة القرآن أينما وجدت تلاوة القرآن تحل البركة، فيها بركة، سواء سورة الفاتحة أو أي سورة أخرى. الوالد عنده شلل نصفي وما يعني لا يعي أحيانا، ما بدرك شو بصير، صلوا أمامه، فإن صلى معكم فبها ونعمت، لكن لا تلزموه بشيء لأنه في الآن ظرف صحي لا يستطيع أو لا يعي ما حوله. الأخ أبو عبد الرحمن المفرق يقول يعني هل يجوز للشاب أنه طرق كل الأبواب،
أن يأخذ قرضا ربويا، لا ما بيجوز، الربا حرام والله عز وجل يمحق الربا. مشاهدي الأفاضل، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر.